بسم الله. اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاليوم كما قلت لكم كنت نعيش واحد المشاكل اللي هي قبليه او ديال قبل، فسبق لي ان تحدثت عليها. اليوم كنعيش مشاكل ديال التشرد اللي انا كنعيش الان في الزنقه او في الشارع او عرضه للشارع. فانما كتعرفوا الشارع كيفاش كنعيشوا فيه، كيفاش المشاكل اللي كاينه فيه. فلا حنين لا رحيم، ما كاينش عرضه الى المشاكل، عرضه الى الضغوطات النفسيه، عرضه الى كل ما هو اخطر من ذلك. وكل اخطر من كنعرفوا ان الباب ديالك هو اللي في القصر. نعم صحيح. الام كانت متبنيه، اليوم مشات. اليوم مشات الام ومشى الاب ومشاو الاخوه ومشاو الاعمام، مشى كل شيء. الام كانت باقه، مع العلم ان الام كانت باقه، ولكن دابا لا ام لا اب. علاش تخلات هي القصوى ديالها؟ لانها كانت باغي غير السبه، ولكن اليوم لقات السبه. شنو السبه اللي لقات؟ شنو عملتي باش يعني شنو درت انا باش لقات السبه؟ هو انني قلت ماشي مشكل، ممكن هذاك الهضره اللي كتقول باغا تردني راجل وهذه، غادي نمشي نقلب على راسي. وانما هذه كانت سبه باش تلوحني عرضه الى الشارع، وانما ما عاونتنيش باش نكون فعلا واحد الواحد اللي غادي يخدم واحد الخدمه اللي هي جيده، او لواحد الخدمه اللي هي او لا غتعاونك في الكراء او لا غتعاونك في المصاريف. فانما لحني الشارع، او الاب ديالي حتى هو لحني الشارع، بدلوا الارقام ديال التليفون. فلهذا كنطلب منكم، انا كنطلب منكم المساعده الماديه والمساعده. عندك دار ممكن فيها فواد طبيعة الحال. انما دابا ما بقاش عندي لا دار مقيم فيها في وطزم، لا دار مقيم فيها في اي بلاصه. كنت مقيم فيها؟ نعم الدار اللي كنت مقيم فيها ديالنا، دار وريديه. وانما دابا ما بقاش عندي الحق ندخل ليها. السوارت مشاو. علاش؟ لانهم قاسين واحد القصوى يعني خايبه بزاف. ماشي بلا ما نبقاو حنا نشرحوا، وانما كل شيء باين واضح، هذا اللي كاين. وانما كنتمنى الان كما كنت داير فيهم الامل، الان ما بقاش الامل فيهم. تنتمنى دابا الامل يكون في الله سبحانه وتعالى، في المغاربه اللي غادي يعتقوني ولو غير بالماء. كما دابا انا وليت كنمشي للمستشفى بزاف، كيديروا لي السيرومات، كيديروا لي الانسولين، كيديروا لي، وانما غير باش ما نطيحش في الزنقه ونزيد نتشوك اكثر، لانه انا مريض بزاف. فكنتمنى منكم تعاونوني، الله يجزيكم بخير. هذا مكان دابا عشنا دابا حي. نعم عيش في الزنقه. اضطريت قبيله كنت غنبيع التليفون باش نصرف، باش ناكل، باش نشرب شويه الماء، باش ندير الانسولين ديالي، باش ندير الدواء ديالي. كتعرفوا الدواء ديال الطبيب النفسي انه كيبغي راحه، كيبغي عنايه. كتعرفوا المرض السكري انه كيبغي عنايه. وانما انا كان عرضه للشارع، عرضه للزنقه كما كنقولوا بالدارجه. وكمواطن مغربي فكنطلب منكم اخوتي المغاربه، الله يجازيكم بخير، توقفوا معايا ولو غير بالماء، بالماكله، تعاونوني باي حاجه، لان اي حاجه انا محتاج ليها، خاصه في الدار البيضاء، لان الدار البيضاء كتعرفوها كيفاش دايره. وكتعرفوا النداء ديالك موجه للناس اللي مقيمين في كازا يعاونوا. دابا خاصة الناس اللي في كازا، يعني الناس اللي مقيمين في الدار البيضاء، كنوجه لكم هذا النداء، الله يجازيكم بخير، ولو بالماء، ولو بالماكلة، ولو فين نسكن، لأنه ما بغيتش نبقى في الشارع، عرضة للزنقة وعرضة للشارع. الله يجازيك بخير. إن شاء الله يا ربي. كنتمنى يكون خير، وكنتمنى إن شاء الله يكون الأمل في الله سبحانه وتعالى، ويكون الأمل أيضا في المغاربة. وكنتمنى من هذوك الآباء البيولوجيين، لأنه كما اقتصحوا عليا أنا اقتصحت عليهم. فكنتمنى بالله سبحانه وتعالى أنه يلقى لي حل، وأنه يعني يبدل لي هادشي الأفضل إن شاء الله. والمرض النفسي راه ماشي عيب، وإنما العيب لما تعالجناش. شكرا لك أخي يوسف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.